العمل الدرامي لا هو درس في التاريخ ولا هو منابر للوعظ. الناس بقت تتعامل مع الدراما على ان هي انت هتتعلم منها التاريخ، ده مش صحيح. يعني الدراما ممكن تخليك تهتم بالتاريخ، تعرف بعض معلومات، لكن علشان تتثقف تاريخيا ده موضوع تاني. ليه مجاله؟ الدراما ممكن تستفيد من التاريخ وممكن انها تعمل خيالها في العمل الفني بقدر، ولكن دون ان تسيء فهم او التعريف بحقائق تاريخية معينة. بمعنى ان انا ما ينفعش اقول مثلا ان احنا في حرب 67 انتصرنا، ابقى انا بكذب، زي ما اسرائيل بتكذب وبتقول ان احنا ما انتصرناش في 73. هم يكذبوا، هم احرار، بس احنا تاريخ، احنا حضارة طويلة، عندنا الشجاعة دي ان احنا نقول ان احنا انهزمنا وانتصرنا. فمن هنا لما يكون الكاتب بيقول حقيقة تاريخية مغلوطة، لا، اقف عنده واقول له لا، دي حقيقة تاريخية ما ينفعش انك انت تغلط فيها. لكن اذا كان هو تخيل اشياء او ابتدع اشياء ما كانتش او تفاصيل الحدث دي بتاعتي ما كانتش موجوده في الواقع، هو حر. انت كاتب من ناحيه الخيال وتيجي تقول لي مره من التاريخ ومره هي اصلا شخصيه جدليه، وبعد كده الغرض مرض يا استاذ جمال، انت لك غرض سياسي عايز تحط. سيبك من الغرض السياسي انه هيجي بعدين. القصه الاولانيه ان هذه الشخصيه شخصيه جدليه، لكن الثابت ان هو كان راجل حد الذكاء، متآمر، سياسي، بالاضافه ان هو كان فقير وقارئ علم. جميل. يعني هو كان صايع علم يعني. جميل. يعني المشهد اللي ظهر بتاع العاصفه هو قرأ في علوم الفلك فعرف معادها، فطلع يستغل جهل الناس وفهمهم ان هو كانه بيحوى اليه مثلا. اجي المشهد اللي بعده طلعه بتاع كرامات، ما يا اما هو بتاع كرامات وصوفي زيك، يا اما هو راجل متآمر وبيستغل جهل الناس، الاثنين مع بعض ما ينفعوش. ما هو دي مشكله عبد الحكيم. لما نجح في جزيره غمام نجح ليه؟ لانه لم يحدد الزمن، مع انه كان عنده مشاكل برضه. لم يحدد الزمن، لم يحدد المكان، ولكن هو اخذ برضه من فيلم بابا عزيز، واخذ من الالياذة والاوديسا، واخذ من المسيحيه، واخذ هو دي الخلطه اللي بيعملها، الخلطه بتاعت ما هي للاسف الدراما بقت خلطه، وخلطه بفكر متصرف. انا بقول لك عبد الحكيم كمان لو جاب طبيب، جاب مهندس، جاب عالم فضاء طلع على القمر، هيخلي القمر متصوف. الثلاث شخصيات اللي هم اللي ظهروا هم الاساسيين، اللي هو عمر الخيام وحسن الصباح ووزير الملك اللي هو فتحي عبد الوهاب. الثابت، ودي برضو فيها جدل ان هم ما اتقابلوش قبل كده، هم طلعوا اصدقاء، دي مش قضيتي، بس انا حسيت ان عمر الخيام ده شخصيه دخيله على المسلسل، يعني افتكروا ان في عمر خيام فيلا نحط له مشاهد، وحتى يا ريت طلعوا شخصيه. فبص، اولا الشخصيه مش متخدم عليها، مش مكتوبه كويس، ومتمثله كمان وحش، لان هو اصلا نيكولا معوض انا في رايي ممثل متواضع، متواضع وطالع في دور يعني مبتذل، ومش ده عمر الخيام كشخصيه فيلسوفه، عالم رياضيات وفيلسوف وشاعر. مش انت بتطلعه كده كانه، هو لان هي مكتوبه وحش وجبت ممثل وحش ومفيش مخرج بيوجه، فطلع بالمنظر بالشكل المترهل ده. يا استاذ جمال، انت تخيل مسلسل بالحجم، بالانتاج، بالمصاريف دي كلها، وفي اربع خمس حلقات كميه زائد المهنيه، انت بتستخدم سي جي اي، مدمن سي جي اي، ويا ريت تعملها صح. طب ما عملها قبلك بحسين من الباب. الناس ما تعرفش ان هو بيعمل دي، الناس فاكره ان ايه، بصوا ده عامل صوره حلوه، ما هو ده عادي يعني على فكره. ايوه انت واخد، ده مش ابداع، دي تقنيه، دي تقنيه، ما انت كده تكنيشن يا بيتر، انت كده تكنيشن. هو تكنيشن فعلا. ايوه هو تكنيشن. فكره ان انا كل اعمالي ليها ريفرنس اجنبي، ايه الشطاره كده؟ يا استاذ جمال، ابداع. هتبص تلاقي مثلا في الموميا شادي عبد السلام، هتلاقي في عاطف الطيب ابداع الصوره، انت بتكون كده. لكن انا الاله، طب ما انا بالكمبيوتر اعمل لك اي اي سي جي اي، ده مش ابداع. وبتنحت مشاهد بعينها، او اللي يجي يختلف معاك. وفي الزمن ده انت صعب ان انت تنحت ومحدش يكتشفها، وانت خليت الجيل الجديد كله بعد فبيراقبك، وعارف انك انت بتنحت، وعارف انك انت بتاخد كادرات بعينها. زائد كمان انك انت المونتير عندك ليه اخطاء في الراكور، ليه اخطاء في السي جي اي نفسه اللي انت عامله، مفضوح يعني للاسف باين. بص انا مش عارف تتفق ولا تختلف، انا شايف ان بيتر مخرج غير مبدع، هو تكنيكي متابع سينما واعمال دراميه اجنبيه، ناقل وبينسخ كويس جدا، لكنه ما عندوش الجزء الابداعي. يا استاذ جمال، تنسخ كويس جدا انك ما تتقفش، لكن انت بتنسخ وبتتقفش، يبقى انت كمان ناسخ. ما هو مش هتقفش ليه، الجمهور متابع. ايه هو الجمهور متابع كل حاجه، لكن العمل اكبر من امكانياته.
اكبر من امكانياته واكبر من امكانيات. يعني ده كان عايز مثلا هاني خليفه، مروان حامد، لا في كتير، حامد عندك كامله ابو زكي، مطالعه الدكتور بتروح الروح كامله ابو زكي. ده كان بالنسبه لي فكره ان انا ارجع للعمل. بس المشكله ان كامله مش هتسمع الكلام، كامله هتعمل ابداع، هاني خليفه هيعمل ابداع، محمد علي هيعمل. لا ما هو في العام على فكره هو في الحشاشين عشان نبقى بس منصفين، ما كانش فيه اوردرات ولا سبعان كلام، انتوا عايزين عمل اتفضل اشتغل. هو اللي دي طريقته في الشغل، هو الاختيار الغلط في اختياره هو، لكن ما كانش فيه املاءات من حد. لكن في النهايه انا بالنسبه لي مبسوط ان في عمل تاريخي، مبسوط ان كان في ميزانيه لعمل جيد افسدها سوء اختيار للمخرج وان النص حتى الان ما اتخدمش بشكل كويس جدا. وبمناسبه كريم الظلم في وسطهم. طبعا كريم ممثل كاريزماتيك، ممثل مهم، وعلى فكره هو عارف قيمه الشخصيه، هو عارف قيمه العمل. خلي بالك يعني انت عندك ممثل زي احمد عيد يا راجل في سايجون، دي الشخصيه الصغيره دي اداها بعبقريه، مع انه وفتح عبد الوهاب للاسف الاختيار كمخرج جايب اي حد للأسف. هي بس مشكله الناس مع كريم ان هم شايفينه الكاريزما والطله والهدوء، ما هو الراجل لازم يظهر عكس ما يبطن. طبعا فاللي عامله كريم ده صح جدا، طبعا جدا، فانا شايفه هو اتظلم باختيار مخرج غير مناسب. انت ضريت كريم نفسه. اللغه دي الحقيقه يعني موضوع كبير. يعني هقول لك مثلا انه العظيم نجيب محفوظ لما كان بيكتب كان بيكتب بلغه عربيه، بس لما تقراها دي لغه عربيه حديثه، ما بيستخدمش مفردات اللغه العربيه المندثره اللي احنا نسينا، بيستخدم اللغه العربيه الشائعه اللي اي حد ممكن يفهمها ويقراها وتبقى ببساطه شديده جدا قريبه قوي من العاميه، مفيش ما تحسش ان في فرق كبير. حتى حوار نجيب محفوظ اللي بيتحط في افلامه بتبقى مجرد بس ايه يعني تحويل اللغه العربيه العاميه. ليه انا استخدم لغه عاميه في مسلسل تاريخي؟ هنا الخيال الفنان، خيال المبدع، هل هو عايز يوصل لاكبر قطاع من الناس ولا هو عايز يقدم عمل هيشوفه الناس اللي قابلين ان هم يتفرجوا على اللغه العربيه؟ هو عنده طموح انه يقدم موضوع لكل الناس، فبيستخدم لغه لغه عاميه. بس كمان لما تستخدم لغه عاميه تستخدم لغه عاميه نقدر نسميها لغه عاميه رصينه شويه، ما يبقاش محايدة. ما يبقاش فيها مفردات انيه قوي عشان ما يحصلش ديستورشن عند المشاهد، ما يبتديش يحس يقول الله ده الكلام ده بيتقال في الشارع دلوقتي. لا احنا لازم احس انها لغه عاميه يعني مهذبه او راقيه او ما هياش اب تو ديت قوي، ممكن كانت تتقال من 50 سنه من 100 سنه وهكذا. اللي بيحصل في انا شفت في حلقات الحشاشين في بعض مشاهد فيها حوار يعني بيخلي الناس تفصل، ويمكن هو ده اللي حصل. المشكله الجمله دي ما ينفعش يقول كده بالظبط. في بعض مشاهد فيها حوار يعني مش مناسب للغه الزمن ده، صعب شويه، وده اللي خلى المشاهد يقف عندها. لكن الحقيقه الحوار في معظمه مقبول. انا شايف ان كان ممكن يطلع العمل احسن من كده 100 مره بمخرج اخر، بمخرج اخر والنص الدرامي سيناريو حيادي في رؤيه غير درويشيه، مش متدروشه. انا ما اجيبش متصوف له توجه تصوفي اناقش، انا اجيب واحد علماني او واحد محايد. واحد له رؤيه، واحد عنده دراسه للشخصيه دي، واحد اصلا عنده خبرات في اعمال تاريخيه وعشان كده احنا للاسف انت تبص على الدراما السوريه وانت طيب خليك ابن زمنك، لا اعتراض على اللغه العاميه بالعكس، لكن تبقى محايده ما تجيش تقول لي لغه مثلا تنزل بالشارع واستخدام لغه التكاتل. الحلقه الاولى كان بيقول العالم بقى فاسد ولازم يتغير، كلمه عالم فساد وكلمه وطن دي الفاظ مستحدثه وتنظيم وجماعه ومش عارف ايه، ما كانوش هم بيعترض. وبكده اللغه نفسها زائد ان كمان ازاي انت المستنصر الامام بيجي الجمالي يقول شيلوا الذهب، طب امال الباب وده قاعد الملك ده قاعد السلطان ده او الزعيم قاعد طرطوم، يعني انت يعني طب ما هو السلطان. وبكده برضه نفس الحكايه الفويس اوفر مره باللغه العربيه، مره الابطال بيتكلموا باللغه العربيه ومره بيتكلموا بالعاميه. يا ريتك كنت خليتها عاميه كلها وكان ده جميل.